هل بإمكان القوى السياسية والشخصيات الوطنية إحداث اختراق في جدار أزمة اليمن؟ ما وراء الأصوات المطالبة بتشكيل جبهة إنقاذ وطنية للحفاظ على الجمهورية؟ وهل بإمكان هذه الجبهة العمل بمعزل عن الرئاسة والحكومة؟ أهلا بكم. عبر قناة بلقيس قال وزير النقل صالح الجبواني إن مباحثات تجري في القوى السياسية والشخصيات الوطنية لتشكيل تكتل وطني يعمل على إنقاذ البلاد من حالة الشلل والاستلاب الذي وصلت إليه. سبق هذه الخطوة في أكثر من مناسبة الإعلان عن تحالفات سياسية من قبل القوى التي رفعت شعار دعم الشرعية وإنهاء الانقلاب، لكن الأحداث ذهبت أبعد من ذلك بدخول التحالف في خط الأطماع وتقاسم النفوذ ودعم كيانات انقلابية على حساب الدولة. هذا التعقيد رافقه ضيق شعبي من جميع الأطراف السياسية المتحكمة في المشهد. هذا الضيق يقول مراقبون إنه سيدفع اليمنيين إلى تأييد أي جهود تعمل على استعادة الدولة من الانقلاب الحوثي ومن مشاريع التقسيم والتفتيت التي يتبناها التحالف وتصمت عنها الشرعية. إذن هل تعود القوى السياسية إلى التعويل على الشارع بعد 5 سنوات من انسداد أدوات السياسة؟ وما هي فرص نجاح مثل هذا التكتل سواء من داخل إطار الشرعية أو من خارجها؟ ومن ثم اقترحنا أن يعقد مؤتمر يمني عام، يعقد في مأرب، في عتق، بشبوة، في سيئون، في أي مكان بالمهرة. هذا المؤتمر تخرج من هذه الجبهة. وسط ركود سياسي تتصاعد دعوات موجهة من بعض القيادات السياسية وشخصيات من المقاومة الشعبية لتشكيل جبهة إنقاذ وطنية لمواجهة اختلالات الوضع القائم وتوحيد الجهود في معركة اليمنيين ضد الميليشيا. انحراف مسار معركة استعادة الدولة وتسليم قيادات الشرعية كل أوراقها للتحالف خلق وضعا مختلا في اليمن، فالتحالف الذي تدخل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب أصبح يدعم انقلابات أخرى في مناطق الشرعية، وبرزت أولويات مختلفة عنوانها أطماع النفوذ والوصاية. صمت قيادة الشرعية وتماهيها مع مشاريع الأطماع الخارجية أو على الأقل عجزها عن مواجهتها دفع العديد من المثقفين والنشطاء إلى تأييد مثل هذه الدعوات باعتبارها آخر فرصة لإنقاذ البلاد. يراهن الرئيس هادي على الدعم السعودي، وهي ربما آخر ورقة في الاستمرار على هرم الشرعية، لكن هذا الدعم قد لا يستمر إلى ما لا نهاية، لا سيما بعد التسهيلات التي قدمها السعوديون لتمرد المجلس الانتقالي في عدن وغض الطرف عن عدم التزامهم باتفاق الرياض طوال هذه المدة. موقف الأحزاب السياسية لا يختلف كثيرا عن موقف الرئيس هادي، فإقامة قيادتها في الرياض وعدد من العواصم العربية منذ 5 سنوات جعلها غير قادرة على إنجاز صيغة وطنية للخروج من الأزمة الراهنة، ووضعتها رهينة حسابات خاصة تزيد من تعقيدات المشهد اليمني، الأمر الذي أظهرها جزء من المشكلة وليس الحل بحسب البعض. تمر الأزمة اليمنية بحالة شديدة من الاستقطاب والانقسام، وهو ما يطرح سؤالاً مهماً يتعلق بمدى قدرة أي تكتل جديد على إنجاز مهمة إسناد الدولة وتحقيق الالتفاف الشعبي حولها. ربما تحيط تعقيدات سياسية وقانونية بإجابات لمثل هذه التساؤلات، لكن المؤكد أن الاستمرار بهذا الوضع لن يفضي سوى إلى مزيد من التفتت للشرعية وللبلاد. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي عبر الهاتف من اسطنبول الصحفي والمحلل السياسي سيد فهد سلطان. أرحب بك سيد سلطان. إذن بداية، إلى أي مدى ترى أن في هذه اللحظة هناك حاجة إلى إنشاء تكتلات وتحالفات سياسية سواء من داخل الشرعية أو من خارجها لإيجاد حلول خارج الأطر المتواجدة حاليا؟ مساء الخير عليك أخي الكريم وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك. موضوع التحالفات أو التحالف الذي أعلن عنه وزير النقل قبل يومين أو مساء الخميس، مساء الجمعة، كان يعني بادرة مهمة للغاية. جميع المبادرات السابقة الوطنية التي كانت ترى الاختلالات حسب ما ذكره التقرير الذي قبل قليل
فشلت، والسبب أنها كانت تستنزف من قبل السعودية ومن قبل التحالف السعودي الإماراتي. الوضع الذي تعيشه البلاد في هذه الأثناء يتحتم أن يقوم الوطنيون داخل هذا البلد في تكتل وطني يدعم القضايا العادلة للشعب اليمني. الوضع الذي تمر به البلاد اليوم يعني وصل إلى مستوى غير مسبوق من الانهيار. 5 سنوات من الحرب العبثية التي قادتها السعودية في تحالف عبثي لم يصل لم يحقق ولا بندا واحدا من البنود التي رفعها، باستثناء بند دعم الانقلاب الذي حصل في عدن وتثبيت الوضع أو تثبيت الانقلاب الذي حصل في العاصمة صنعاء. التكتلات اليمن في تاريخها لا تحكم إلا عبر توازنات، وهذا التوازن الذي اختل يعني خلال الفترات السابقة لا يمكن أن يقوم إلا بإعادة هذا التوازن من جديد. جميع المحاولات السابقة فشلت، وخاصة بعد اللقاء الذي جمع أعضاء مجلس النواب في العام الماضي في سيئون بحضرموت، عقبه ولادة التكتل، لكن هذا التكتل كان تحت الشرعية تحت يعني تحت توجيه أو نقول تحت خطاء التحالف، وفشل هذا التكتل ولم يقم بأي يعني بأي طريقة حتى الآن. السعودية تدرك جيدا أن الخلل القائم داخل البلاد، وهي تريد تستنزف مثل هذه مثل تلك الدعوات التي تدعو إلى تكتلات وطنية، فتقوم مثل هذه التكتلات ويعني تدعم عنها بالمال وتجمع هؤلاء الناس حولها ثم تفشله من الداخل. ما يميز هذه الدعوة التي أطلقها وزير النقل هو أنه تكتل من داخل الشرعية ومن خارجه ضمن المرجعيات المعتبرة أو المعترف بها ضمن مؤتمر يعني مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن. يعني هذا التكتل الذي هو تكتل وطني إذا نجح أو إذا خرج إلى النور سيعيد التوازن أو يعني سيساهم بطريقة أو بأخرى في يعني ضبط الخلل الذي تعيشه البلاد في هذه الأثناء. هذه خطوة جيدة، وعلى الشرفاء وعلى الوطنيين داخل هذه البلاد وخاصة الذين التزموا الصمت خلال الفترات الماضية أن يخرجوا عن صمتهم وأن يتكتلوا ضمن تكتل وطني يجمع كل الفرقاء اليمنيين أو يجمع اليمنيين حول قضيتهم العادلة. لم يعد هنالك متسع من الوقت، الانقلابات تتكاثر، الميليشيات تدعم بشكل كبير من قبل تحالفات سواء في العاصمة صنعاء التي تدعمه إيران أو في عدن التي تدعمه الإمارات والسعودية كذلك تغض الطرف عن ذلك. القيام مثل هذه التكتلات الوطنية أصبحت ضرورة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أو على الأقل وقف التدهور في الانهيار السياسي الحاصل الآن، وتوقفوا عند نقطة واحدة ثم محاولة الصعود مرة أخرى. لكن هناك دوما ما يكون تساؤل، يعني إذا باعتبار أن السياسة فن الممكن في نهاية المطاف، إذا كان الأمر متاحا للأحزاب والتكتلات السياسية السابقة لأن تقوم بهذه التحالفات بمعزل عما تقول أنه يعني إفشال من الداخل من قبل دولة أو أخرى، أما كانت فعلته في حقيقة الأمر؟ يعني كيف يمكن في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد في ظل وضع يعني التداخل الإقليمي في المصالح والصعوبات التي يواجهها أي فاعل سياسي بداخل الأرض اليمنية أن يكون هناك تكتل بين قوسين وطني مدعوم ذاتيا؟ يا أخي الكريم، خلال سنوات سابقة كانت هنالك نوع من الضبابية في مسألة ما يدور في اليمن، كان هنالك نوع من الضبابية. الآن بات المشهد من الوضوح ما يحتاج إلى دليل. يعني كانت السعودية يعني تتماهى ضمن يعني ضمن وضع لم رمادي، لم يكن هنالك بهذا الوضوح الذي هو عليه الآن. المسألة الآن من الوضوح ما تحتاج إلى إلى توضيح أكثر، وبالتالي خروج مثل هذه المبادرات أو هذه التحالفات شيء مهم للغاية. القضايا اليوم واضحة، الخط الوطني واضح، انقلاب عدن يعني أجلى كثير من الضباب الذي كان ويعني وأجاب على كثير من الغموض أو وضح كثير من الغموض الذي كان يرافق التحالف خلال 5 سنوات. يعني التحالف أو دخول التحالف في اليمن ليس قدرا
يعني لا نستطيع الفكاك منه مهما كان، يعني هذه عدميه او هذه طريقه لا يمكن القبول بها او ليست حتميه من حتميات التاريخ لا يمكن الخروج عنها. يعني هذا التحالف دخل ضمن مسارات محدده ينبغي ان يقيم مثل هذه الفتره خلال هذه الخمس سنوات. اليمن ليست ملحقه بدوله اخرى وليست هي وضعت تحت البند السابع، وهي دخلت السعوديه او دخلت السعوديه ضمن تحالف ضمن بنود محدده ينبغي ان تراجع ان تقيم. يكفي أن عاصفة الحزم أو عاصفة الخراب هذه التي قامت في اليمن أو هذا التحالف الذي دخل في اليمن لم تكن اليمن ضمن اتفاق مسبق، اليمن وافقت فقط لكنها لم تدخل في حوار مسبق ولا نقاط اتفاق بينها وبين السعودية أو بينها وبين التحالف العربي، ولذلك يعني استبرأ هؤلاء أو استفردوا بالقرار اليمني وعبثوا به كما حصل الآن. ينبغي أن يعاد يعني هذا التكتل الوطني لا تستطيع أن تواجهه السعودية ولا تستطيع أن تواجهه أي دولة يعني في العالم. يعني هؤلاء بلدهم في الأول والأخير، هذه بلدهم وهذه يعني وهذه قضيتهم، وهم من داخل اليمن وليسوا من خارجها، ويستطيعوا أن يحددوا أن يصطف الناس كلهم حولهم، يعني أن يصطف الناس جميعا حول أي مشروع وطني ضمن إطار واضح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإيقاف العبث الحاصل داخل اليمن الآن. شكرا لك صحفي فهد سلطان، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. أرحب الآن مشاهدينا الكرام بمن ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من تعز وكيل وزارة الثقافة السيد عبد الهادي العزعزي. أهلا بك سيد العزعزي. يعني حالة من الاستيلاء والتوهان يقول كثيرون الشرعية تعيشها الآن، دفع بالكثير من التيارات والمكونات السياسية لإنشاء تحالفات تدعم الشرعية، تدعم مسألة استعادة الدولة بشكل عام. في هذه المرحلة ما قيمة هذه التحالفات برأيك سيد العزعزي؟ أولا الشكر لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. لكن الحديث عن التحالفات الوطنية الداعمة للشرعية في هذا التوقيت تحديدا وفي هذه المرحلة هي من الأهمية بمكان، أو الأكثر أهمية، وحدة الجبهة الداخلية وقدرتها على الصمود والتصدي، وأيضا لما الشتات الداخلي الذي أضعف موقف الشرعية وأضعف مشروع استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب إلى أدنى حد ممكن. لكن هل هذا التوقيت تحديدا هو من الأهمية بمكان؟ أعتقد أن الأكثر أهمية وجود رؤية وطنية واضحة. هذه الرؤية يجب أن تتركز حول الأهداف العريضة، لكن الأهداف العريضة وحدها لا تمثل حالة من التوجه إذا لم تكن هنالك غرفة عمليات قوية على كافة الأصعدة، غرفة عمليات في كافة المحافظات التي بها جبهات مشتعلة، غرفة عمليات في الجانب السياسي على المستوى الدولي على المستوى الإقليمي في كافة الملفات المفتوحة، الملف الإنساني، الملف الإغاثي، ملف الإعمار، ملف التنمية، ملف الأمن. هنالك ملفات كثيرة يبرز عليها نوعا من الضبابية، نوعا من الإرباك، هنالك إرباكا أحدثته السلطة مع الأسف الشديد للشارع اليمني، أدت إلى أن يقع الشارع ضحية وسائل الإعلام المختلفة لعدم وضوح الخطاب ووضوح الرؤية على كافة الأصعدة، إلى درجة المديرية الصغيرة في أي من المحافظات المحررة تعيش حالة، هذه الحالة تنعكس بدرجة أساسية على أدائها، على أداء القيادات، على ترابطها، على ما يمكن أن نسميه بالحد الأدنى من الأمن القومي والوطني اليمني على مستوى المناطق المحررة أو معركة استعادة الانقلاب. أعتقد أن هذه الفترة فترة مهمة، لكن ما نأمله من خلال هذا التحالف أن لا يكون مجرد إمضاءات وتوقيعات. مللنا هذه الإمضاءات والتوقيعات، نحتاج إجراءات عملية تنفيذية، نحتاج تنفيذ، نحتاج إعلاما موازي، نحتاج أشياء كثيرة، لكن ما الذي نستطيع القيام به الآن وكيف يمكن تطوير هذا الأداء إلى أن يصبح أداة عملية فاعلة وذات جدوى؟ طيب هذا الأمر يجري بمعزل عن الرئاسة، عن مؤسستي الرئاسة والحكومة، أو ما يمكن أن يصطلح الحديث عليها أنه الشرعية، أم يكون بالتعاون والتعاطي والتجاوب معها؟ كيف يمكن أن يكون فاعلا على الأرض بشكل أكبر؟ إذا لم يكن قد جرى باتفاق مع الحكومة ومع الرئاسة اليمنية ومع أيضا السلطات المحلية، أليست هذه الأحزاب متواجدة في كل المحافظات والمديريات
وهي لها قوى، وإن كانت قياداتها في الرياض فإن أرجلها وأقدامها الفاعلة وقواعدها السياسية الوسطى والدنيا متواجدة في كافة المحافظات، متواجدة في كافة أجهزة الدولة، متواجدة في المناطق المحررة. نحتاج أولا توحيد الخطاب الإعلامي للتحالف وأدواته وللسلطة الشرعية وقنواتها، بحيث يبرز هناك خطابا إعلاميا واحدا. نريد أن نرى استعدادات حقيقية لحسم المعركة إما عسكريا أو سياسيا. هل لا زال الخيار العسكري واضحا لدى هذه القوى؟ كيف يمكن أن تلزم القوى أعضاءها وقواعدها بخطاب واحد واضح، بواحدية الخطاب، بواحدية القول، وواحدية الفعل، وواحدية الأداء، وأن تلزم السلطة أيضا بأن لا تتجاوز هكذا خطاب أو هكذا اتفاق، ويكون التحالف السياسي فاعلا، وأن لا يتحول التحالف السياسي إلى جزء من الماضي. مع الأسف الشديد نحن نعاني إشكالية في القوى السياسية اليمنية والعربية عموما. القوى السياسية التي أتت من الخمسينات والستينات وإلى نهاية القرن العشرين، القرن الماضي، والقوى السياسية التي وجدت ما قبل ثورات الربيع العربي، مع الأسف الشديد طغى على قسم كبير منها انعدام الثقة، الخوف، العمل السري، طبيعة النبرة التآمرية، انطوى عليها كثرة الكلام والتنظير وقلة الفعل والعمل، انضوى عليها الإفراط المخيف في النقد. وكأن القوى السياسية مع الأسف الشديد تصنع، لا زالت في مرحلة صنع صناعة القناعات الداخلية لاتخاذ عمل معين. طيب سأسألك دائما ما سأسألك ما الذي قد يكون ضامنا على هذه، ما الذي قد يكون ضامن على هذا الاتفاق لكل طرف حتى يتم تجاوز هذا الإرث إن صح التعبير في أي تحالف سياسي قادم؟ لكن قبل ذلك دعني أشرك معنا في الحديث السيد علي الأحمد، عضو الهيئة التنفيذية للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية. أرحب بك سيد الأحمد، أنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ودعنا نبدأ من شبوة التي قد تكون مدخلا جيدا لحوارنا هذا المساء حول اللقاء القبلي الذي يعني يتم الحديث على أنه سيوحد قبائل شبوة، وكان الاجتماع لدى المحافظ بن عدو. ما دلالة هذا الاصطفاف برأيك تحت راية شبوة كما يقال؟ مساء الخير لك والسادة المشاهدين والضيوفك الأعزاء، أهلا بك. بالنسبة لما جرى في شبوة هو خطوة للملمة الشتات في محافظة شبوة، ولتدارك ما يمكن تداركه من آثار معركة الجمهورية والدولة اليمنية مع مشروع الفوضى، الذي يظن كثيرون أنها انتهت بما حصل سابقا. لا تزال محافظة شبوة تعيش فصول من تلك المعركة. والعجيب بما أنك أخي الكريم تتحدث عن القوى السياسية والأحزاب السياسية أن لا تزال الأمور في ظرف حرب وليس في ظرف سياسي مهيأ للعمل السياسي بالشكل المطلوب. وهناك تجاهل مع الأسف من قبل الدولة، الحكومة، جميع الفعاليات بما يجري في محافظة شبوة، وكأنه شأن داخلي أو مشكلة بين قبيلة وبين السلطة المحلية، بينما فحوى الأمر وحقيقة الأمر أنه استمرار للمعركة السابقة بكل تفاصيلها، والجهود التي يبذلها ويقوم بها شخص واحد بحجم وطن يتحدث يقوم بإدارة المعركة، ثم يذهب للقاء مع القبائل، ثم يعني هذا شيء يشعر بالخذلان أن يظل هذا القائد الوطني في محافظة شبوة حافظ المحافظة يدير هذه المعركة مع قوى لها داعمها الدولي والخارجي منفردا. لا نرى تغطية إعلامية لما يجري، ولا نرى يعني حتى تواصل من السلطات العليا بالشكل المعلن الواضح الذي يعطي للمعركة الحالية في شبوة بعدها الوطني، أن هناك معركة وطنية. مع الأسف الشديد ما جرى هو ترك الأمر للسلطة أن تحل، وما جرى هو من هذا الباب. هذا موضوع ما يتعلق بشبوة. أما بالنسبة الأحزاب السياسية لا بد أن يكون لها دور، ولكن نحن الآن في مثلا لو تحدثنا عن بما نشارك حول شبوة نحتاج إلى حسم المعركة أولا. يعني هناك معركة قائمة، هناك معسكرات
لكن هذا التحالف سيد الأحمدي، هذا التحالف يعني التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، يعني تم الإعلان عنه منذ فترة طويلة، إلى الآن ما الذي قدمه منذ تأسيسه لليمنيين؟ عند ارتفاع صوت المدافع وصوت عزيز الرصاص يختفي أو ينزوي صوت السياسي، هذا كأمر واقع يعني. لكن لابد من تهيئة القوى السياسية وقواعدها لأن تكون هي البديل لما يفرض الآن. ما يفرض واقعا في اليمن هو تشكيل أمراء حرب وتشكيل كنتونات ممزقة مجزعة. هذا يعني أعطى كثير من الناس شعور بسبب عدم وجود الأحزاب أو اتهام الأحزاب أنها كانت هي ما وصلنا إلى هذا الحد، إلى مثلا المطالبة بإيقاف العمل السياسي. لكن أن نحن نرى أن الواقع الذي تشكل في اليمن هو واقع كارثي. ما هو البديل للتعددية السياسية؟ ما هو البديل للأحزاب؟ سيكون حتما أمراء حرب، ما كما هو يجري ويمضي بسرعة عجيبة، وتمزيق للبلد ككنتونات. الأحزاب هي مكونات وطنية لها امتدادها في كل التراب الوطني، هي مكونات سلمية لا تستقوي بالميليشيا، لا تستقوي بالسلاح. الخطوات التي تبذلها الأحزاب سواء إشهار التحالف وغير ذلك من الجهود المبنية للملمة الشتات هي لإنقاذ البلد، لأن ترك البلد بدون أي واجهة سياسية، بدون أي تشكيلات سياسية، هو يعني دفع اليمن باتجاه الفوضى، دفع اليمن باتجاه الحرب والاقتتال. ومع الأسف الشديد أن المخرج الذي يدير ما يجري في اليمن من تجزئة، من إضعاف للحكومة، هو أيضا ينطبق الأمر على الأحزاب السياسية. كما نرى أن الدولة لم تعد بشكلها المطلوب، الجيش ليس بشكل المطلوب، أيضا ما يجري على كل هذه الركائز الدولة يجري على الأحزاب. هناك يعني إغلاق للتصريف على الأحزاب، رأينا في المناطق المحررة التي يفترض أن تكون مناطق عمل سياسي، مناطق فعاليات سياسية، نرى عدن، نرى المثلة، نرى غيرها يمنع فيها العمل السياسي، يمنع فيها إقامة الفعاليات، يضيق على السياسيين، بل يستهدف السياسيون كما شاهدنا إحراق مقرات، استهداف بالاغتيال. طيب أمام كل ذلك سيد الأحمد، المشهد العام يوحي بعدم الرغبة بعودة العمل السياسي، لكن الأحزاب السياسية تبذل جهدها، وما جرى وإن كان قليل أو ليس بالمستوى فهو جهد أيضا بذل في هذا. طيب أمام كل ذلك سيد الأحمدي، وأنت عضو الهيئة التنفيذية للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، وزير النقل صالح الجبواني تحدث لقناة بلقيس عن ضرورة إيجاد رديف عن الشرعية من الدولة ومن الشرعية ومن المنظمات والأحزاب والمكونات الاجتماعية لمواجهة كل يعني طارئ وكل نتوءات تواجه اليمنيين بشكل عام والمشروع الوطني. كعضو هيئة تنفيذية للتحالف الوطني، ما رأيك بمثل هكذا دعوة؟ بغض النظر قد لا أكون اطلعت على كلام الأخ الوزير بشكل دقيق، لكن الفكرة أن يتداعى جميع مكونات المجتمع لإنقاذ البلد. نحن الآن لا نتحدث في وضع مثالي أن نتحدث عن الأحزاب السياسية فقط وأننا في استحقاق سياسي. نحن أمام بلد يسير نحو الهاوية، نحو الانهيار، التمزق، الفوضى. فهذا الخطر الكبير وهذه المشكلة العظيمة تحتاج تداعي جميع المكونات، سواء الأحزاب السياسية، أعضاء مجلس النواب، المستقلين، مشايخ القبائل، العلماء الدين، المثقفين، الكل يجب أن يتلاحم في عمل وطني واحد لحماية المكتسبات الرئيسية الجمهورية والديمقراطية والوحدة وكل ما تحقق اليمنيين طوال 50 سنة، أن يقفوا أمام مشروع التدخل الفج الخارجي في شأن اليمني، وسواء كان من المشوار الإيراني أو غيره ممن يحاول العبث في بلادنا.
وكما عبثوا بالعراق والشام وغيرها من البلدان. يجب أن يتداعى كل اليمنيين في هذه اللحظة الحرجة المفصلية لينقذوا بلدهم. والأحزاب السياسية على طليعة هذه المكونات المجتمع اليمني وتناقضها مسؤولية ربما أكثر من غيرها، كون كثير من المرجعيات قائمة أساسا على الأحزاب السياسية كالمبادرة الخليجية وغيرها. أنا أتفق وأدعو أن يتداعى الجميع، ولكن كما أؤكد أن الأحزاب السياسية يجب أن تفرض مسؤوليتها، وهو ما نعمل عليه الآن بعدة برامج في الأشهر القادمة يقوم بها تقوم بها الهيئة التنفيذية وأعضاء وقواعد الأحزاب السياسية في المناطق لإعادة الاعتبار للقضية اليمنية، لإعادة الاعتبار لقيمة المكونات السياسية، لإعادة الاعتبار للحياة الطبيعية والحق في الحرية وممارسة وهذا ما يمله الكثير من اليمنيون. سيد الأحمدي شكرا لك. سيد علي الأحمدي عضو الهيئة التنفيذية للتحالف الوطني كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك سيد العزعزي، الحديث يعني عندما ترتفع البنادق يغيب صوت السياسة، إلى أي مدى هذا الأمر يعرقل أي جهود سياسية حقيقية لهذه التيارات الوطنية بين مزدوجين؟ لا أعتقد أن هذا الصوت يكون صحيحا في مثل حالتنا إطلاقا. نحن بحاجة إلى الصوت السياسي الذي يقود البنادق. البنادق ما الذي سيقوم فيه صوت السياسة الآن عندما ينتهي دور السياسيين؟ لأن الحرب هي نوعا من التفاوض لكن بأدوات أخرى بالمدافع والدبابات، هذا عندما ينسد مسألة الحوار. لكن عندما يذهب العسكر من كل طرف سواء كان على المستوى الوطني أو غير الوطني، عندما تدخل بلدا حربا باتجاه بلد آخر مثلا، هل يأخذ السياسيون إجازات ويذهب إلى بيوتهم؟ من يقود حملات التوجيه المعنوي؟ من يقود تحريك الجيش؟ من يقود تطمين الشارع؟ من يقود الخطاب للناس؟ لا يعني هنا يعني ذلك أنك تصطف خلف الجيش على القوى السياسية في مثل هذه المرحلة إن كانت تريد أن تستعيد البلد وأن البلد يهمها وأنها بحاجة إليه وهي تحالف سياسي، فيجب أن تدعم السلطة. على السلطة أن تجتمع أسبوعيا على الأقل بكافة قيادة القوى السياسية، خصوصا أن أغلبهم مستشارين. إذا لم يجتمع ويتم توجيه خطاب مطمئن إلى الشارع وتطلب من الشارع أسبوعيا، يعني أشبه بخطب الجمعة تماما التي تقام أسبوعيا وهي متخصصة في مسألة العبادة والجانب الديني، في مثل هذا الظرف هل يضير الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك البلد الذي يتجاوز مساحته 9 مليون كيلومتر وتلك القوة وهي أكبر محتكر للتكنولوجيا في العالم وأكبر قوة، أن يوجه رئيس الجمهورية خطابا أسبوعيا إلى الشعب الأمريكي عن حالة الدولة؟ هنا مع الأسف الشديد هناك حالة من الغياب للخطاب الرسمي أولا للدولة بمختلف أدواتها وأجهزتها، هناك غياب لمؤسساتها أيضا سواء للحكومة أو أيضا للمجلس التشريعي للبرلمان الذي كأنه لا يمتلك من يتكلم على وسائل الإعلام الرسمية باسمه كبرلمان. أيضا يخفض خطاب الجيش، يخفض خطاب القوى السياسية التي أغلبها مستشارين لرئيس الجمهورية أو أماناتها العامة مستشارين، ولماذا يصمت هؤلاء؟ البلد تعيش وضعية لا تحسد عليها، بدلا من إيجاد سلطة واحدة أوجدنا سلطات ومستويات وسلطات في بعض المناطق أقوى من الشرعية ومناطق لا تستطيع الشرعية دخولها وتزعم وتدعي أنها تقاتل باسم الشرعية. ما مفهوم السيادة؟ ما مفهوم الدولة؟ ما مفهوم العمل السياسي إذا لم يكن في سبيل استعادة الدولة والوصول إلى الاستقرار والتنمية وإنهاء كل المشاريع ما قبل وطنية؟ هناك عشرات من الأدوات على رأسها مجلس الأمن الوطني، مجلس الأمن القومي، مجالس متعددة، بدلا من أن نلجأ إلى القبائل ونستدعي هذا وذاك ونستدعي البقية. أولا علينا أن نستدعي النخب التي مسؤوليتها الدولة. هذه النخب تصدرت المشهد في كافة المستويات، سواء كانت هذه النخب قيادات خشنة للدولة ممثلة بقيادة وزارة الدفاع وألويتها وغيرها، أو لوزارة الداخلية، أو لرئاسة الجمهورية التي هي المظلة الحقيقية ممثلة بالرئيس والنائب في مثل هذه الحالات،
على الأقل تعلن حالة الطوارئ، نطلق للمحافظين صلاحيات التصرف كأنهم رؤساء جمهورية إذا كنا لسنا موجودين على المشهد، أليست هذه جزءا من الأدوات؟ مع الأسف الشديد أرى أنا أن هناك ضبابية كبيرة وهنالك موت واندثار غير عادي تتعرض له القوى السياسية والاجتماعية. نحن فشلنا على أكثر طيب من ملف، ونواري هذا الفشل بصمت. سيد العزعزي، هل قرب الأحزاب السياسية والقوى الوطنية من الشرعية كمصطلح من مؤسستي الرئاسة والحكومة أثر سلبا أم إيجابا على مسألة دور الأحزاب في تصحيح أي أو في وضع يعني معامل مكافئ لأي ضغوط تتشكل على الحكومة الشرعية مثلا من قبل التحالف أو من قبل أي قوى إقليمية أخرى؟ مفترض أنها تسند الرئاسة، المفترض أنها تسند الرئاسة، المفترض أنها تمثل، لأن الأحزاب هي أدوات تنظيم المجتمع وليس الدولة، هي أدوات تنظيم المجتمع لتقف خلف الدولة لتعلن للعالم بأسره أن المواطن اليمني من الريف إلى المدن إلى الرئاسة إلى الأدوات الخشنة للمؤسسات إلى غيره يقف صفا واحدا معه مشروعا واحد هو إسقاط الإنقلاب واستعادة الدولة واستكمال التحول الديمقراطي فيما بعد. لكن يبدو أن كل هذه المسائل تتم باختصار. مع الأسف الشديد هناك حالة إحباط تعكسها هذه القوى، هذه القوى تجتمع ثم تعلن تحالفات ولا يكون لديها برنامجا تنفيذيا. على ماذا التحالف؟ على ماذا تحالفنا؟ كيف يمكن أن نصل إلى هذه الأهداف؟ ما هي الأدوات؟ كيف نتحرك من أجلها؟ هذا التحالف جرى الحوار عليه أكثر من سنة، استمر في العمل 6 أشهر، والآن دخلنا في 6 الأشهر الثانية. استبدلنا الأخ رشد العليمي بالأخ عبد الرحمن عمر أمين عام الحزب الاشتراكي، ولا زال هذا التحالف أبطأ من السلحفاة 60 شهرا. طيب. اليوم نقترب نحن من أكثر منذ أبريل الماضي بالتحديد منذ أبريل الماضي بالصحيح. صحيح سيد العزعزي، دعنا نشك في هذه النقطة، دعنا نشك معنا في هذه النقطة تحديدا عضو الهيئة التنفيذية لتحالف الأحزاب وعضو أيضا اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني السيد أسعد عمر الذي ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أرحب بك سيد أسعد عمر. إذن كما يتحدث السيد العزعزي، منذ أكثر من 6 أشهر مضت على مسألة تشكيل التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، ما الذي حققه إلى الآن على الأرض في سبيل في سياق استعادة الدولة ومحاربة الانقلاب؟ اولا مساء الخير عليك وعلى كافه المشاهدين، وتحيه خاصه للاستاذ عبد الهادي العزعزي ولجميع المشاهدين. ما اود ان اؤكد في هذا الجانب انه طبعا البيئه التي نعمل فيها هي بيئه صعبه، حدث فيها حاله من الانفلات التي طغت وغاب معها صوت الاحزاب والمكونات السياسيه وفعاليتها كما غابت مؤسسات الدوله. نحن اليوم في حال مقارنه بالسابق افضل. ما حققه التحالف السياسي حتى اللحظة هو أنه تمكن من يعني لملمة شتات بعض المكونات أو أغلب المكونات السياسية على الأقل على المستوى القيادي، أيضا أعاد شراكتها وفاعليتها إلى جانب مؤسسة الرئاسة في هذا الظرف تحديدا. وأمامنا أيضا مهام قادمة إن شاء الله ينبغي أن نكون حريصين فيها على فعالية أكثر، نركز فيها على دور الأحزاب في إسناد الشرعية كمنظومة متكاملة، والأحزاب تعد أحدى مكوناتها الرئيسية طبعا، وأيضا نركز فيه على التواصل بالميدان والاتصال بالقاعدة الجماهيرية والشعبية بما يعزز يعني الانتصار للقضية الرئيسية باستعادة الدولة ودعم مؤسساتها للعودة للعمل بفاعلية من داخل العاصمة عدن وفي مختلف المحافظات. سيد عمر، يعني ما هي الشواهد لهذا الوضع الأفضل الذي تتحدث عنه؟ في نهاية المطاف سيد العزاز يتحدث عن غياب البرنامج التنفيذي، بالتالي هذا يعني غياب البرنامج التنفيذي أو الإعلان عنه سيعني غياب مسألة المتابعة والرقابة عليه، وبالتالي لن يعني يستطيع اليمني البسيط معرفة ما الذي حصل بالنسبة بعد إعلان عن هذه التحالفات، وقد يفقد في لحظة من اللحظات الثقة بمثل هكذا دعوات تأتي لاحقا. طيب في هذا الجانب أنا أؤكد لك أولا طبعا هنالك ما يقال وهنالك ما لا يقال، لكن في المسائل الرئيسية طبعا كان حال الأحزاب
طيلة السنوات الماضية كان مستبعدة تماما عن المشهد ولم تكن شريكة بالقرار بشكل يعني كمؤسسات للأسف الشديد، وربما كان هنالك أطراف حاضرة يعني بصفة منفردة. اليوم الأحزاب حاضرة كإطار منظومة التحالف السياسي، هذا بحد ذاته خطوة إيجابية مهمة جدا. التكتل السياسي لم ينشأ على فراغ، هو قائم على برنامج سياسي على وثيقة، هنالك وثائق برامجية تحكم علاقة الأحزاب وتكتلها وعملها. لدينا الوثيقة السياسية ولدينا برنامج تنفيذي ولدينا لوائح ولدينا في التحالف أيضا خطة تنفيذية مزمنة للتنفيذ، وكانت شكلت لجنة مشتركة من الأحزاب والحكومة للعمل على البرنامج على البرنامج التنفيذي وفي خطة زمنية، لكن للأسف الشديد كانت ظروف الحرب التي حدثت في عدن قد أعاقت العمل، رغم أنه كانت قد تشكلت لجان مشتركة من التحالف ومن الحكومة للعمل بعد اجتماع مع فخامة الأخ الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة. طيب، يعني في سياق الحديث عن الوضع إلى الآن، يعني دوما ما تخرج إلى السطح أو تطفو على السطح بصحيح العبارة الكثير من يعني التراشقات الإعلامية إن صح التعبير، وكذا تبادل الاتهامات و يعني الاتهامات المتبادلة كما تبدو. إلى أي مدى هذا يؤثر على التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية؟ نعم، هذا سؤال هام جدا ومهم، وهذه نقطة ينبغي نركز عليها باهتمام كبير. نحن بحاجة فعلا إلى أن نغادر هذه المنطقة اللي هي منطقة التراشقات والمهاترات الجانبية، وهي للأسف يعني تراشقات على قضايا جزئية تفصيلية، خلافات على بعض القرارات والمواقع الإدارية لا أكثر، بعيدا عن وهي تبعدنا كثيرا عن القضية الرئيسية. وللأسف الشديد هذه التفاصيل هي السائدة بحكم يعني تزايد أعداد أصحابها بوسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. أيضا يجب أن لا ننسى أن هنالك بعض الوجهات السياسية الدولية أيضا وهي تلعب دور في تحشيد بعض الأصوات والدفع بها، يعني إما لتمرير بعض قضايا أو لغرض الإيقاع بأطراف أخرى تظنها فاعلة وهناك، لكن هذا كله على حساب قضية الوطنية. ينبغي أن نركز على يمننة قضيتنا ويمننة خطابنا وتماسكنا في إطار تحالفاتنا الوطنية. ينبغي أن نركز على إنجاح أعمال التكتل السياسي هذا القائم حاليا، وأن نعمل على تعزيز تماسك مختلف المكونات الوطنية، وأن نعاود العمل بصوت واحد على قضيتنا الرئيسية في استعادة الدولة وعودة مؤسساتها، وألا نجعل من التفاصيل اليوم يعني سببا في إثارة العراقيل التي تعيقنا عن الوصول للتفاهم والاتفاق وإنجاح مهامنا. اليوم لدينا اتفاق الرياض، وهو يعتبر فرصة مناسبة أمام كافة المكونات لاستعادة حالة الوفاق والتماسك واستيعاب مختلف الأطراف. ينبغي أن نكون حريصين كل الحرص على إنجاح هذا الاتفاق، وأن نسعى من خلاله إلى تعزيز جبهة الشرعية وتحسين وإعادة صياغة العلاقة بينها وبين يعني وإصلاح العلاقة بينها وبين شركائنا في التحالف الذي لا يمكن أن نستغني عنهم، وأن نبني أيضا مستقبلنا على أسس تفاهمات استراتيجية تضمن لنا جميعا الاستقرار وتوازن المصالح، وأيضا تحفظ لنا جميعا أمننا القومي المشترك. شكرا. ينبغي أن نستثمر كل ذلك، وأيضا أنا أدعو في هذه المناسبة أدعوكم جميعا إلى أن تكرسوا جهودكم نحو إنجاح والتماسكات الجبهة الوطنية ودعم مكوناتها وتحدوا من حالة التجاذبات التي تجري هنا أو هناك. شكرا لك سيد أسعد عمر، عضو الهيئة التنفيذية لتحالف الأحزاب والقوى السياسية وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إليك سيد العزعزي، ما رأيك بالنقاط التي طرحها السيد عمر؟ من حيث النقاط والطرح كلام جميل، لكن أنا متأكد تمام التأكيد أننا لن نغادر الإيديولوجيات ولن نغادر طريقة تفكير الماضي وطريقة العمل بآليات ما قبل عام 2011.
الأحزاب شريكا أساسيا منذ تشكيل حكومة الحكومة الانتقالية والسلطة الانتقالية. تم اختيار الأحزاب، 50 ذهبت للمؤتمر يومها في حكومة السيد محمد، في حكومة السيد محمد سالم باسندوة، و50 ذهبت إلى القوى السياسية التي كانت تعرف باسم اللقاء المشترك أو تكتل اللقاء المشترك وحلفائه. ثم عدلت الحكومة وهذا التعديل الثالث، ونحن على أبواب التعديل الرابع. هذه الكمية الكبيرة أصبحت أنا شخصيا تشعرني بالخوف، أشعر عندما يدعو اليمنيين إلى تحالف، فهي تعني لي بكثر التجارب التي ربما مررت بها، وأنا ربما لست من هل هناك من القيادة من هو أكبر مني سنا، أنها تعني الاستعداد لجولة حرب جديدة، وأننا ندخل من أجل إعادة ترتيب أوراقنا. على الإخوة في القوى السياسية أن لا يتحولوا إلى مرشد ومراقب ومنفذ للسلطة المحلية، أن يجمعوا السلطات الثلاثة في واحد، وهي جزء من الثقافة الشمولية التي أوصلتنا اليوم إلى ما نحن فيه. على الجميع أن يحاول قبول الجميع، على الإخوة في القوى السياسية إذابة حالة طيب كيف السبيل إلى ذلك سيد العزاز؟ يعني السيد أسعد عمر تحدث على مسألة الاستقطابات والتراشقات، إذابة حالة المسيس السري التي نعم. تعتري الجميع. السيد أسعد عمر تحدث على مسألة التراشقات الإعلامية والاستقطابات السياسية، وكذا حتى في حديثه حديث صحفي للرئيس السابق الدوري لهذا التحالف السيد رشاد العليمي، تحدث أيضا أن التحالفات أو عفوا أن النخب السياسية اليمنية، بعض النخب السياسية اليمنية للأسف لم تغادر أو تتناسى خلافاتها وصراعاتها السابقة. السؤال يقول كيف يمكن في هذه اللحظة الهامة من تاريخ اليمن أن تتجاوز النخبة السياسية هذه الخلافات السابقة وأن تتجنب مسألة التراشق الإعلامي؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك على أرض الواقع؟ أعتقد أن هناك تجربة ماثلة أمامنا تماما، هي التجربة التونسية. في تونس وجه الشعب التونسي صفعة قوية إلى الأحزاب السياسية في تونس عندما اختار قيس سعيد كرئيس، الأستاذ الأكاديمي قيس سعيد كرئيسا لتونس، وتجاوز الأحزاب وسقطت سقوطا ذريعا بل مهينا في داخل تونس. وجه الشعب التونسي الحي رسالة إلى الأحزاب، أنتم من الماضي، أنتم من الماضي إذ لم تستوعبوا الحاضر ولا تريدون أن تخوضوا به، أنتم لا تقبلون بعضكم بعض، كيف يمكن أن تقودوا مجتمعا؟ لكننا الآن في وضع حرب. اليوم يعاني رئيس الحكومة المكلف من نفس الإشكالية أيضا، الأحزاب لم تتعاون في تشكيل الحكومة، والجميع يشكك في الجميع ويحاكم إيديولوجيا. هذه رسالة واضحة، هذا ما قد ينتظر الأحزاب اليمنية، بمعنى أن الثورات في 2011 وما تلتها في الربيع العربي تحتاج عقليات جديدة وقوى سياسية جديدة تعبر عنها. على أتيح لهؤلاء منذ 2011 إلى اليوم أن يجددوا أنفسهم، أن يخرجوا من لغة التخوين، أن يخرجوا من لغة النكاية، أن يخرجوا من لغة أن الوطن يضيع. هذا الوطن الذي سوف نتصارع عليه ونختلف عليه ونتفق عليه اليوم يضيع وقد ضاع وأصبحوا خارج البلد. ترى ما الذي ينتظروه هؤلاء؟ أليس الوطن أبدى من كل شيء؟ لماذا الرئاسة والبقية لا يتحملون مسؤوليتهم ويحضر الجميع هنا؟ إما أن تكون الرئاسة مسؤولة عن الدفة وتقود كل شيء وتخرج من عبارة نحن رئاسة انتقالية، والأحزاب عليها أن تخرج من حكاية أن نحن شركاء. ما مفهوم الشراكة؟ الشراكة التزام، الشراكة التزام أخلاقي وطني، التزاما سياسي قاطع. السياسة لا تعني فن الكذب، السياسة تعني فن الالتزام بقيم ومشاريع وحمل هم أمة. إن كنا سوف نبدأ بمسألة التدريس، كنت أتمنى أن توجه الأحزاب الموجودة في التحالف السياسي رسالة واضحة إلى أعضائها، أوقفوا المهاترات، أوقفوا نخر الوحدة الوطنية، أوقفوا مشاريعكم الصغيرة، تجاوزوا ماضيكم. علينا إعادة توجيه أعضائنا. مع الأسف الشديد تحدث مئات الاجتماعات لا يعلم عنها الأعضاء شيء، لا توجه رسالة إلى الداخل، لا يلزمون، كأنما القيادة الموجودة في الرياض تتحاور في الرياض، ومن في الداخل لا زالوا يعيشون 1980 و82 و84. لم يجري تحديث عقول هؤلاء أننا في العقد الثاني، ننهي العقد الثاني من الألفية الثالثة من القرن العشرين. لا زالت لدينا قيادات ترى نفسها أنها وصية على المجتمع والدولة وعلى الأدوات. ما يحصل في شبوة، وقد تكلم علي الأحمدي أمامك، الناس رجعت إلى من؟
إلى القبائل، أين الدولة؟ أين التحالف العربي؟ أين ضامني الاتفاق؟ لماذا لا يتحمل هؤلاء مسؤولياتهم؟ لماذا الرئاسة تصمت عندما نريد منها الكلام؟ لماذا الحكومة تصمت عندما يراد منها الكلام؟ لماذا يصمت هؤلاء؟ ألا يعون أن الصمت يعني عشرات من القتلى والجرحى يمنيين تسفك دمائهم؟ يتواجه الناس لأنهم مشحونون إلى أقصى مدى ممكن، من سوف يوقف هؤلاء؟ لماذا يتصرف هؤلاء جميعا أشبه بالأحزاب الفرنسية التي طلبت من بيتان أن يقف لمواجهة الألمان عندما وهي عجزت عن تشكيل حكومات ما قبل 1939 قبل الحرب العالمية الثانية، ثم أتت ليدفع الناس إلى الحرب؟ قال لا قحوى، كان رده لن أقاتل لتأتوا أنتم كي تحكموا البلد، لأنكم لا تستحقون أن يضحي شباب فرنسا أن يضحي الشباب الفرنسي بدمائه من أجلكم. هنا الإشكالية الحقيقية، هؤلاء يهزمون الداخل، يهزمون الجيش في المناطق هذه، يهزمون الأمن. هذا الخطاب المرتج، هذا الخطاب الفاقد الاثقة بنفسه، متى يتغير؟ متى نخرج من مفهوم النقد للنقد؟ شكرا لك سيد عبد الهادي العزعزي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.